اللعيبه يا عم ابدا يا عم علي من الاول. بصوا احنا يا جماعه ما حدش هيمشي، احنا كلنا هنا، احنا قاعدين ما حدش هيمشي، احنا كلنا قاعدين هنا. مش هننزل مصر تاني. مش انتوا اصدرتوا قرار ان احنا نرجع مصر؟ يا جماعه القرار اللي هتيجي هترجع تاني. كنت حاولوا ان الماتش يتاجل، بس كنت حاولوا يا جماعه الماتش بتاع المغرب بتاعنا جاي هترجع مصر. اكيد احنا لعبنا واتغلبنا. محدش بيحصل خالص. ماتش الرجاء يا جماعه اتاجل في 8 لعيبه، احنا 13 لاعب، احنا مش هنرجع مصر. اللي عايز يرجع سيب لنا المصباح واحنا نفضل احنا هنلعب هنا. كلنا ثلاثه وهنلعب. احنا لاعب ساعدونا. احنا مش هنمشي، ساعدونا، احنا هنكمل وهنصعد ان شاء الله. مش هنرجع والله، والله ما هنرجع، هنلعب، هنكمل، هنرجع ان شاء الله نكسب والله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هنلعب ثلاث ماتشات وهنصعد ان شاء الله، ان شاء الله ما حدش فينا هيرجع، مش بعد السنين دي كلها ونقدر نطلع على السوق. استنى ثلاث ماتشات، استنى ونرجع في ميعاد 27، هنرجع 27 نرجع بقى، عندنا ايام راحه بعد ماتش تونس. طيب ده فيديو للاعيبه منتخبنا الوطني الشباب، وهم يعني بيقولوا للناس ان احنا مش هنمشي، احنا عايزين نلعب ونكمل ونصعد ان شاء الله من خلال الثلاث مباريات القادمه. استاذ جمال رايك في الفيديو؟ شوف اولا يعني هو شعور كويس ان هم مش عاوزين يفوتوا الفرصه، بس برضو المفروض يبقى في كلام مع اداره. ما هو احنا هنا بنتكلم برضو مش قصه ان انت تعمل فيديو، يعني شيء جميل ان هم عايزين يكملوا، شيء جميل ان هم عاوزين متمسكين بالفرصة، لكن اللي هيوصلك لده ايه؟ ان انت الظروف مش في ايدك دلوقتي. يعني لو المساحات تحولت لسلبية بعض اللعيبة، طيب من باب اولى كنا برضو ناخد بالنا من الاول ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازية. عشان كده احنا ما كملناش الجزئية الطبية. ما هي انا بقول لحضرتك الطبية دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ انت في الظروف العادية مفيش مدير فني يقدر يشرك لاعب الدكتور قال عليه انه عنده مشكلة طبية. مشكلة ايه؟ عضلية، يعني في اصابات كرة قدم. فما بالك بقى بالظروف اللي احنا بنمر بيها، كورونا. لازم كلمة الطبيب تجب اي حاجة. صحيح. يعني ما يعني تعليماته لما يجي انت مثلا بتعمل محاضرة، هو الراجل بيطبق الاجراءات الاحترازيه. اكتر واحد هيطبقها او يكون هو اللي يلزم ويلزم او هو يكون الفني واللاعبين وكل اللي موجود على بس هو يطبق الاجراءات دي، لانه هو عارف خطوره التجمع، خطوره التجمعات بعدد كبير. بس مبدئيا احنا بنقول برضو على الفيديو اللي عملوه ولادنا يعني منتخب الشباب، انا بشوف ان هم عاملينه بدافع ان هم مش عاوزين يفوتوا الفرصه اللي في ايديهم. طبعا هو بس هناخدها احنا زي ما اتفقنا دلوقتي مش بايديهم. بنقول انه ان شاء الله ربنا يكرم والامور تتحسن على المستوى الطبي خلال ال 48 ساعه القادمه، نتمنى ان شاء الله، عشان يقدروا يكملوا ان شاء الله. وعلى فكره مش مستحيل انه ده يحصل. يعني لو في التصميم ده برضو عشان ما نحبطهمش، التصميم ده شيء جيد، يعني إرادة اللعيبة ده الحلو إن مفيش أي أعراض. أنا حتى كابتن ربيع الحمد لله كويس. بس ما هو برضو هو النظام بيقول كده. طب ما هو في ناس كتيرة ما عندهمش، يعني قصدي أول لو المسحة بقت سلبية الأمور بالنسبة لهم بالظبط. يعني مفيش مثلا حد تعبان قوي فأنت هتستنى عشان يخف أو يبقى كويس. لا، يعني مفيش أعراض، يبقى إذن إن شاء الله ممكن جدا يبقى في حاجة كويسة يعني. طيب قول لي رأيك في الأسبوع الأول.